اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلينا بقى نروح للشاشه، بلاش السبوره دي، عشان نروح للشاشه ونعرف ايه كيف يلعب نادي الرجاء المغربي، اهم نقاط القوه، اهم نقاط الضعف. انا وعدت حضراتكم صح بعد اذنكم طب دقيقه بس ولا دقيقتين نقرا بعض اخواتنا من الفولورز ومن الجمهور باعتين لحضراتكم على هاشتاج كريم مثابت مع الشاطر. مساء الخير يا رب نفرح بكره. الشناوي، اكرم، ايمن، بنون، معلول، حمدي، السليه، افشه، تاو، شريف، الشحات، صلاح، ابو عبده، بيقول الشناوي، بدر، حمدي، ياسر، معلول، ديانج، السليه، اكرم، الشحات، شريف، تاو. ان شاء الله نكسب اتنين يا رب يا مسهل. وائل بيقول الشناوي، اكرم، معلول، بدر، ايمن، السليه، ديانج، افشه، شريف، شحات، وميسي، تاو. هو ميسي تاو ده، انا قلت مين ميسي؟ هو ميسي لعب عندنا. صابر بيقول التشكيل ان شاء الله الشناوي، بنون، ايمن، اكرم، ديانج، السليه، معلول، افشه، السليه، ان شاء الله هيسجلوا النتيجه 0-3 للاهلي ان شاء الله. انا عارف ان مش وقته بس عايز اعرف رايكم في اللي بيحصل. هنقول لحضرتك نوره الحكيم بتقول مساء الورد منورين. هو صحيح احد لاعبي نادي الرجاء طلع ايجابي كورونا، وهل لو غاب هيكون مؤثر؟ اللي انا اعرفه لا، حد عنده لا لا قبل نخش الهوا ما كانش في اي معلومه ان اي لاعب نادي الرجاء طلعت اي عينه له ايجابيه. احمد عندك اي معلومه؟ يبقى اذا كلنا عندنا المعلومه واحده. كابتن اسلام، دكتور احمد، استاذ كريم، تتوقع موسيماني يبدا بكره بنفس التشكيل اللي بيلعب بيه في الفتره الاخيره، ولا ممكن يفاجئ الرجاء ويغير في التشكيل؟ انا حاسس ان ممكن يكون في مفاجاه في التشكيل بكره. تمام، نبدا بالرجاء. اتفضل. ماشي، تشكيل الرجاء طبعا هو اللي بيدربه من المدرب البلجيكي مارك فيلموتس. ده كان مسك منتخب بلجيكا، مسك كوت ديفوار، مسك ايران، اول مره يدرب نادي عربي يعني. بيلعبوا هم في الاغلب 4-2-3-1، لكن في المباراه الاخيره غيرها ل 4-3-3، وقد يكون ده تمهيد ان هو يلعب 4-3-3 بكره قدام النادي الاهلي. في حراسه المرمى انس الزنيتي، وده واحد من 3 لعيبه في منتخب المغرب اللي لعب كاس العرب، انس الزنيتي ومحمد النهيري الباك ليفت وعبد الله الحفيظي صانع الالعاب. انس الزنيتي هو اللي قيمته التسويقيه الاعلى في الفريق، 1.8 مليون يورو، عنده 33 سنة، واحد من كباتن الفرقة. نيجي للاثنين المساكين، جمال هركاس ومروان الهدهودي. مروان الهدهودي ده هنتكلم عليه في الضربات الركنية لأنه خطير جدا، طوله 1.90 متر، جنبه بيلعب جمال هركاس برضه 185، 26 سنة و 29 سنة. الباك رايت عبد الإله المذكور، وده من ناشئين الرجاء، 21 سنة. الباك ليفت محمد النهيري، وده 30 سنة، لاعب الوداد السابق، وكان بيلعب قبل كده برضو في العين السعودي، انتقل من الوداد إلى الرجاء. الثلاثة الارتكاز زي ما احنا شايفين، زكريا الوردي وعمر العرجون، والثالث بتاعهم محمد زريدة، ربما يدخل معاهم فابرس نجومة. يعني هو عنده محمد زريدة، زكريا الوردي ده الأساسي اللي هو لعيب قطع الكرات، عمر العرجون طبعا بخبراته، ومحمد زريدة. محمد زريدة ده اكتشاف أحيانا المدرب بتاعهم اللي هو محمد زريدة اللي هو بيلعب في الحتة ديت، ممكن اللي هو الحتة دي بالظبط، ممكن يتم توظيفه كجناح أحيانا، جناح يمين عشان يقفل على جبهة علي معلول، ربما برضو يكون ده في أحد تفكيرات المدرب مارك في الموتس. نيجي للتلاتة اللي قدام الباقيين، محسن متولي وعبد الإله الحفيظي، والثالث بتاعهم طبعا المهاجم وهو حميد احداد، وهو هداف الرجاء في الدوري برصيد 4 اهداف. يمكن طبعا زي ما احنا عارفين هو طريقه لعبهم 4-3-3 زي ما قلنا، ده الاقرب بكره ان هم يلعبوا كده. الثلاثه اللي قدام الخبرات محسن متولي وعبد الاله الحفيظي وحميد احداد. يمكن محسن متولي عنده حاجه كده ان هو بقاله يعني مع الرجاء ما خدش ولا في اي نهائي افريقي شارك فيه، بكره هيبقى اول نهائي رغم ان هو وصل لسن هو الكابتن 35 سنه، فعنده لعنة بيسموها لعنة النهائيات، فهو بكرة أول نهائي يشارك فيه. لما كانوا في السوبر الأفريقي كان هو في قطر، لما لعب المباراة الأخيرة اللي هي قدام شبيبة القبائل تم إيقافه، فبكرة أول نهائي هيشارك فيه، فبيسموه يعني لعنة النهائيات. طبعا هو أسلوب لعبهم بناء الهجمة، أسلوب اللعب المباشر اللي هو بيعمل تمريرات طولية على طول لقدام
عندهم نوعيه المهاجم اللي قدام مش مهاجم محطه، يعني سواء حميد احتاد سواء عمر كوناتي المهاجم الغيني، الاثنين مهاجم رانر اللي هو مهاجم بيستلم في ظهر الدفاعات، بيتحرك دايما في ظهر الدفاعات، وهنا هيبقى في دور مهم جدا لحمدي فتحي اللي هياخد اللعيب ده. حمدي فتحي لو بدا طبعا في الثلاثه اللي ورا وايمن اشرف وبدر بنون، لازم حد فيهم يخلي باله من تحركات حميد احداد اللي دايما بيتحرك يمين وبيتحرك شمال، ليه؟ في ظهر المدافعين، عكس المهاجم اللي هو بيبقى المحطه اللي بيستلم زي مثلا نوعيه مروان حمدي، لا حميد احداد وعمر كوناتي بيستلموا في الحركه، ده اسلوب اللعب المباشر واسلوب تحضير الهجمه. تمام كمل يا كريم. طيب اتفضل. معظم طبعا الاسئله اللي جايه لنا قبل الحلقه، بيتس موسيماني هيلعب ازاي في ماتش الرجاء؟ هيرجع ليه ال 4 2 3 1 او ال 4 ورا، ولا يكمل بيه ال 3 4 3 اللي بينجح بيها في الدوري خلال الاسابيع اللي فاتت يا كابتن؟ ايوه انا وجهه نظري الشخصيه، طبعا هتكلم على امنيتي انا الشخصيه، ان بيتس موسيماني يكمل زي ما قلنا قبل الفاصل بنفس الاسلوب اللي فنشنا بيه ماتش سموحه، وحتى بنفس الطريقه. ليه بقى؟ لان اسلوب لعب نادي الرجاء احمد قال نقطه مهمه جدا، المهاجم الصريح عندهم مش مهاجم محطه، وكوناتي اصلا عنده مشكله مع الاعلام ومع مشجعين نادي الرجاء اللي طبعا مش شايفينه يعني المهاجم اللي يقدر يعني يستحوذ على ثقه فريق كبير زي فريق الرجاء. وبالتالي حميد احداد اللي كان بيلعب جناح في اغلب الاوقات مع نادي الزمالك بقى متوظف هو المهاجم الصريح، مع بعض التكليفات انه يضطر يروح للجناح عشان هو يعمل الدور ده. وبالتالي انا بشوف ان اتمنى على المستوى الشخصي ان النادي الاهلي بكره يلعب بالطريقه اللي فنش بيها الدوري، برضه نغير اللون بحيث ان هو يبقى لون احمر، ونلعب بالثلاثي الخلفي 3 4 3 بتاعتنا، حمدي فتحي هو اللي في قلب الملعب ومعاه ايمن اشرف وبدر بنون. ايه ميزه الثلاثي في مواجهه فريق زي نادي الرجاء؟ النادي الرجاء اصلا كل لعبه على الاطراف، كل لعبه على الاطراف، انا اسف، كل لعبه نادي الرجاء بيلعب على الجناح. انا هرسم بس النادي الاهلي عشان تبقى الامور متشافه بشكل كويس، 3 الأربعة 3. نادي الرجاء لما حتى هنروح للحالات هنبدأ نشوف ان الفريق فعلا كل الهجوم بتاعه واقف فقط عند الجناحات، يعني صعب قليل نادرا لما شفت نادي الرجاء في مباراة حسنية أغادير الأخيرة في الدوري بيهاجم العمق، ما بيهاجموش من العمق خالص، كل الفكرة ازاي ترحل الفريق اللي قدامك من الطرف للطرف. وحتى حميد أحداد اللي بينزل يلعب في عمق الملعب كل اللعب بتاعه والاتجاهات بتاعته انه بيسيب العمق وبيخترق من المساحة ما بين المساك والفول باك. وبالتالي النادي الأهلي لازم يكون واخد باله أن نادي الرجاء أساس إيقافه هو الأطراف، إحنا لازم نهتم جدا جدا بالأطراف، للدرجة اللي فيه هجمة أنا جايبها لنادي الرجاء عملها لحسنية أغادير، 5 لعيبة واقفين في الطرف وسايبين عمق الملعب تماما. لما نروح ونشوف الصور اللي معانا، يعني دي أول صورة معانا، وتعالوا هنا نبص، دي هجمة في الشوط الأول لنادي الرجاء قدام حسنية أغادير والفرقة فات والفتنس يعني في قمتها وكل شيء. 5 لعيبة واقفين في طرف بيحضروا بيجمعوا اللعب في الجانب. لو ممكن بس نرجع للصورة اللي قبليها لسه عشان بس نكمل الشرح. 5 لعيبة واقفين بيحضروا اللعب لنادي الرجاء، طبعا بس الشاشه ربما يكون عشان الصوره، ولكن 5 لعيبه متواجدين على الاطراف وبيجمعوا اللعب وسايبين خالص المساحه دي كلها ما فيش اي حد فيها. وده يوضح لنا ان ده تكتيك من الفريق، الفريق فعلا بيجمع اللعب كله في طرف واحد. نروح بقى للصوره اللي بعديها عشان نشوف الناتج بتاع اللعب ده وصل الفريق لفين. وصل الفريق انه قدر ينفرد بالمرمى ويخترق الجبهه اللي انا بقول عليها، الحته او المنطقه ما بين الفول باك وما بين المساك، ونفس اللعبه كابتن اسلام اللي كان كابتن محسن صالح بيلعبها في النادي الاسماعيلي في موسم 2001. ودي سايب معوض او الكابتن اسلام الشاطر لغايه اخر الخط، وما تلعبش الكروس العرضي، لا ترجع الكوره باك باس. ترجع الكوره لمشارف منطقه الجزاء ولاعيبه نادي الرجاء. حتى لو جبنا الصوره معلش اللي هي قبل دي قبل الشوطه، هنلاقي ان العقليه والمنتاليتي بتاعت اللعيبه هو واحد بس اللي رايح عند الجون،
واحد بس، واحد بس راح عند الجول، لكن بقيه اللعيبه عملوا ايه؟ مأخرين نفسهم لورا وبداوا يهدوا السرعه بتاعت الجري بتاعهم عشان يستقبلوا الكوره اللي راجعه من الكره العرضيه عشان يستدعي عمره. وبالتالي نادي الرجاء المنطقه دي خطره جدا، واللعبه دي عملوها مره في الشوط الاول وعملوها كذا محاوله في الشوط الثاني. للامانه حسنيه اغادير عملوا جيم دفاعي عليهم بشكل كويس جدا. طب نخلي احمد ياخد الحالات بتاعته وبعد كده نرجع للحالات. طب يلا نكمل بقيه نقاط القوه عندهم. الضربات الركنيه نركز بقى في الرقم 24 ده، مروان الهدهودي اللي هو طوله 1.90 متر، بيعملوا حاجه غريبه جدا في الضربه الركنيه ان هو دايما بيبقى جاي من ورا، يعني وقت ما بتتلعب بيبقى كله مسك المان بتاعه، فمروان الهدهودي بيجي من ورا اللي هو متر، مين اللي هيمسكه بكره لازم يتعمل عليه مان. فجاه بيتقدم وبيروح جايب ضربه الراس زي ما احنا شايفين، فلازم بص حضرتك فين مروان الهدهودي جاي فين، اهو ورا على قوس الدايره لسه جاي من ورا، فمين اللي هيمسكه لازم يتعمل عليه مان، سواء بدري بنون سواء بقى حد طويل. يتعمل عليه مان منطقه بقى ولا من بدري؟ لا انا شايف يعني من بدري، ان انا استناه من بدري إزاي؟ او حد يقف له على الدايره، حد يقف له على الدايره يستناه. خلي بالك قبل بس ما تكمل، وقف اللي هنا جاي، وقف الصوره دي. اللي جاي دايما سابق او طالع او اعلى. يعني انا انت لو انت واقف عندك وانا جاي من هنا انا اعلى منك، خاصه ان هو متر و90، غير ان هو ده لو هو انت لو انت اللي متر و90 وانا مثلا متر 70 وبيني وبينك 20 وانا جاي، لا الجامب بتاعنا راكب طبعا. فدي هل عشان كده بسالك، هل لازم حد يبقى واقف على الدايره يستناه، يكون عامل حسابه انه خلاص من بدري يكون، لان احنا حفظنا فرقه الرجاء، احنا مذاكرين فرقه الرجاء، فعارفين ان مروان الهدهودي ده نوع من الخبث الكروي، ان ده لعيب بيجي من ورا جاي مش متماسك، كله ماسك اهو المان بتاعه، ده جاي مش متراقب وانس ان هي اول ما تلعب بتتلعب له، فانا لازم اخلي بالي من جايب 3 اهداف في الدوري المغربي بنفس الشكل ده مروان الهدهودي، بكره مين اللي هيمسكه؟ دي نقطه مهمه جدا من بدري. من بدري على العكس، هم ميزتهم في الضربات الركنيه ونقطه ضعفهم برضو في الضربات الركنيه عندهم مشاكل، بكره ان شاء الله لو استغلنا قدرات حمدي فتحي وبدري بنون اللي ظهرت في بطوله كاس العرب في الضربات الركنيه، اعتقد ان احنا ممكن نسجل من تفصيله صغيره زي الضربات الركنيه. نكمل بقيه برضو نقاط القوه، ده اسلوب بناء الهجمه بتاعهم، اللعب المباشر على طول ما بيفكرش، مثلا فابريس نجومه معاه الكره في وسط الملعب على طول يعمل تمرير طول لمين؟ للمهاجم اللي هو بيتحرك زي ما قلنا فين؟ في المساحات في ظهر المدافعين سواء كوناتي او سواء حميد احداد، فانا لازم اضغط في وسط الملعب بشكل كويس، ولازم يكون في نوع من العمق الدفاعي اللي بيعمله حمدي فتحي عشان يقفل لي الحته دي، ده نفس الشكل برضو اهو، نفس الشكل نكمل هنلاقي نفس التمريره برضو اول ما بيستلم، وادي المهاجم هنا كان احداد على عكس الصوره، وعطوم متطرف متطرف وبيتحرك بين الايه المساك والباك، هنا ده برضو طرق اللعب هم كانوا بيلعبوا دايما في الماتش الاخير. بص على الثلاثه الارتكاز اللي بدا يلعب بيها عشان ايه؟ تمهيدا لقدام مباراه الاهلي ان هو ربما يلعب بكره بثلاثه ارتكاز، هنا كان زكريا الوردي ونجومه والعرجون، وبدا يوظف زريده كجناح يمين عشان يقفل الجبهه بتاعت علي معلول نوعا ما، فدي ابرز نقاط القوه في فريق الرجاء. تمام، لو ممكن بقى نجيب الصوره اللي احنا كنا واقفين عليها في هجمه حسنيه اغادير على نادي الرجاء وازاي خلقوا المساحه في ظهر فريق الرجاء في الصوره اللي احنا قلنا قبليها بقى، يبقى نرجع قبليها الصوره اللي قبليها. ايوه بالظبط، نقف هنا. نادي الرجاء يا كابتن اسلام من الفرق اللي في الدفاع بتاعها ما بتعملش استرتش، هي بتلعب نارو. يعني ايه بيلعبوا نارو؟ هنلاقي يعني الاربع لعيبه ده الفول باك اللي واقف قدامنا داخل قوي قوي لغايه يعني ما يقرب من عمق الملعب، وبالتالي بيبقى وراه مساحه كبيره جدا. هو كمان وقفته غلط. الفول باك لما يقف الوقفه دي استحاله يقدر يجيب نفس السرعه اللي هيجيبها الجناح بتاع فريق منافس او ما يلف، مستحيل. انت اصلا واقف الكره هتتلعب من وراك عقبال ما تعمل تيرن بجسمك خلاص. نشوف خلاص بنفس النظريه اللي جاي سابق او اللي جاي اعلى بالظبط. هنا خرج بره الجيم تمام. هنا بنتكلم على الجبهه اليمنى لنادي الرجاء اللي هي المفروض هتواجه الجبهه اليسرى عندنا، وبالتالي احنا محتاجين ان شاء الله نركز على الجبهه اليمنى في نادي الرجاء. لحد ما الفول باك بيبقى واقف داخل جوه ملعب كتير، وفكره لعب الفريق اللعب بتاع الفريق نفسه بيلعبه على طول نار، وده واضح جدا، ده امر خاص يعني. ضيق، وواضح ان هو كان متاثر بان معدل اعمار الفريق كبيره. الفريق نادي الرجاء برده عنده اعتقد ما يقرب من 5 أو 6 لعيبه معديين ال 27 28 سنه، وبالتالي الفريق ككل. نروح بقى لرقم مهم جدا انا عايز اقوله ما انساهوش، ان الفريق بيلوز الكونترست بتاعه والتركيز بتاعه في التلت ساعه الاخيره. القوة نادي الرجاء في احراز الاهداف في اول من الدقيقه 10 للدقيقه 20 او في اخر 20 دقيقه، انما الفريق استقبل
50% 50% من الاهداف اللي دخلت في نادي الرجاء دخلت في امتى بقى يا احمد؟ من الدقيقه 51 للدقيقه 60 في الشوط الثاني، وبالتالي واضح جدا ان الفريق بيتاثر بدنيا في الشوط الثاني، وده برده راجع لحته معدل الاعمار اللي مأثره برده في حته ان الفريق بيلعب ضيق اكتر ما هو ممكن يتشد للخطوط، ودي نقطه احنا ممكن نستغلها ان بيتس موسيماني يقول الاجنحه بتاعتنا على قد ما تقدروا حاولوا تسحبوهم على تفتح الملعب شويه، تفتح الملعب تلعبه على الخط. ليه؟ ده اسلوب بيجهد دايما دفاع اي فريق. مش بيفكرك بحاجه ده؟ نفس المشكله بتاعت نهضه بركان. ايوه في السوبر الافريقي، معدل الاعمار الكبير، وحتى ابرز نقطه ضعف بكره، ابرز انا شايفها يعني ابرز نقطه ضعف هي المساحه الموجوده ما بين الليفت باك والليفت سنتر باك، يعني ما بين المساك الايسر وما بين المساك. بص المساحه قد ايه؟ المساحة دي بنسميها أنصاف المساحات. مين بكرة يقدر يستغل أنصاف المساحات؟ سواء بيرسي تاو، سواء حسين الشحات، أي حد من الحتة دي لازم الجناح اليمين يتحرك في نفس نقطة ضعف نهضة بركان السنة اللي فاتت. المساحة الموجودة ما بين الليفت باك اللي هو المساك الأيسر، نعم، والظهير الأيسر. اللي أنت بتقوله أحمد ده مهم جدا في حتة إيه؟ فعلا نهضة بركان لو نفتكر السيناريو بتاع الماتش كان نهضة بركان الشوط الأول كويس جدا. الشوط الثاني نزلنا سجلنا محمد شريف. بدنيا تعبانين ونفس الثغرة محمد شريف لف بالمدافع وراح شايطها. دي برضو الحته صح اللي انا بتكلم فيها اهي. بص المساحه دايما هم عينيهم على الكوره، المساحه ما بين الليفت باك والليفت سنتر باك الحته دي تحديدا اترفع منها اوفر، دي في المباراه اللي هي قبل الاخيره بتاعتهم واتجت جون، يعني اترفعت. هات الصوره اللي بعدها كده، نفس بص المهاجم لوحده وسط المساك الايسر، ودي بنسميها انصاف المساحات ما بين المساك والباك. دي المشكله الاولانيه عندهم. المشكله الثانيه بقى، في عندهم برضو مشكله ثانيه لازم نستغلها، وهي الدفاع المتقدم. بيلعبوا بدفاع متقدم كبير قوي، يعني دايما بيلعبوا بدفاع عالي، دايما دفاع لقدام، فدي حته نقطه لازم نستغلها بالسرعات الموجوده. تعالى نكمل كده، كمل هات الصوره اللي بعدها او كمل. كنا حاسبين المسافه ما بين لا رجع الصوره، ايوه رجع الصوره اللي قبلها يا استاذ سمير. كنا حاسبين المسافه في الدفاع المتقدم بتاعهم، لقيتها كام؟ هنلاقي ان هي هم دايما واقفين على بعد 10 ياردات من الدايره، من خط السنتر، فدايما بيلعبوا بدفاع متقدم، فانت لازم تستغل المساحه الموجوده على ودي كان بيبقى استغلالها. اعتقد الاستغلال الامثل دايما بيبقى من اللي جاي من الاجنحه، ولازم يكون في عمق هجومي. مين اللي يقدر يستغل الحته دي؟ محمد شريف مع بيرسي تاو مع محمد مجدي قفشه مع حسين الشحات مع كهربا، اي حد عنده السرعات كلهم يقدروا يستغلوا. ادي دي المساحه، ايوه هي دي. اول حاجه مثلا ادي، بص حضرتك 1 2 3 4 5، دول خمس مدافعين واقفين اهم قريبين من ايه؟ حوالي 40 يارد من عند الجون، 40 مسافه كبيره جدا. وبص المساحه قد ايه، بص الباك بيجري. بس يا سؤال يا احمد، ما هو قد يكون ده تكتيك هم عملوه في الماتش ده بس، لا في كل الماتش انا جايب حالات كتير. تعال بص نكمل، عندهم مشكله برضو في حته اللي هي يعني ان انت تحس ان هم الدفاع العالي ده. تحسنت اغادير، تعرف حسين اغادير برضو من الفرق الاسامي الكبيره جدا جدا في المغرب. بص طب تعال نتفرج على دي ضربه ثابته على فكره، دي ضربه ثابته. بص الدفاع بتاعهم واقف، طبعا دفاع عالي، الكره لما تتلعب اتلعبت في ظهر المدافعين برضو بنفس الشكل. هات الصوره اللي بعدها اهي، بص الدفاع في ظهر المدافعين، فكلهم دايما واقفين دفاع عالي، انت لازم تستغل الحته دي. لو لعبوا بكره في الدفاع العالي تبقى خلاص، لو لعبوا يعني بالدفاع. بص اهي كويس، ارجع للصوره اللي قبلها ثانيه واحده، هتلاقي الاثنين المساكين في الصوره كمل هات الصوره اللي بعدها، هتلاقي نفس هي دي، الاثنين المدافعين واقفين بيبصوا على ايه، طالعين مع المهاجم وسايبين الراجل بيجري في ظهرهم. يعني انت ضربت اثنين بكره واحده، يبقى انت عندك مشكله المساحه الموجوده ما بين المساك والباك الشمال. صحيح. عندك مشكله الدفاع العالي، فدي كل الحاجات دي تقدر ان انت تستغلها بكره ان شاء الله. انا شايف ان الاثنين المدافعين طوال القامه لكن على الارض مش عاليين قوي. صحيح. يعني مروان الهدهودي وجمال هركاس او حتى لو بدا الياس حداد، الثلاثه طوال القامه مميزين في العاب الهواء، انت تلعبهم على الارض ما تلعبش على العالي لان هم مميزين في العالي. الياس كان عنده اصابه وما لعبش ماتش حسين غدير. الياس حداد واحد من المدافعين كويسين في الفريق، يعني واحد مميز جدا جدا جدا. بص دي نفس الفكره، ادي ماتش تاني اهو كان حزين بيلعبوا بايه، دفاع حزين متقدم. ادي ماتش تاني وفريق لابس الفريق ده، يعني بص ادي دفاع عالي. لا اقصد ايه، ان هو هنا
ما اقدرش اعتبر متقدم قوي زي اول صوره. اه طبعا مش اول صوره انت جايب مش انا ما اقصدش الوسط قدام وسط ولكن الملعب. هم دايما بيلعبوا على خط واحد أي. على مصيده التسلل عايزين نعم. يوقعوا المهاجم في مصيده التسلل والدفاع بتاعهم متقدم شويه أتمنى. هنا دي هي نفس اللعبه أي. برضو هنا المساحه الموجوده ما بين ايه ما بين أي. المساك الايسر والباك الايسر انصاف المساحات الموجوده ما بين المساك والباك وفي نفس الوقت بتلعب يعني نوعا ما دفاع متقدم تقدر ان انت تستغل الحته دي فالثغره دي مهمه جدا 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 بكره بس واضح يعني من كلامنا كابتن اسلام احنا بنحبذ ونرجح ان احنا ان شاء الله نكمل عايزين تشوفوا ماتش عايزين